عايزين نعمل مسقعه البتنجان اللي انت بتحبيها. بموت فيها. لا البتنجان انا بعشقه بكل تفاصيله بقى، ماء اللي يتعمل بابا غنوج، يتعمل متبل، يتعمل مقلوبه، حاجات كتيره يعني تحفه. انا باكله بكل الانواع، كل الانواع بحبه جدا، والمخلل بالذات، ومليان طبعا مخلل، قيمه غذائيه، اكسده بقى ومضادات اكسده والياف وشغل عالي قوي. مظبوط. طيب نعمين. طيب تعالي يا استاذه ريهام بس يقول بيطلبوا مني في الكنترول الاستاذه ريهام تطلع لنا البقدونس من الحاجات دي، دي تشكيله خضار دايما موجوده في المطبخ. اوكي. المطبخ يعني بقدونس وكزبره والشبت ونعناع، وانت عارفه دي لازم حاجات في ليفر يعني. أوكي. انا خليه جنب حضرتك كده وهو بيقول لي دلوقتي خليها تطلع لنا البقدونس. طيب خلينا نمشي واحده واحده. حلو. دي نعناع. ده استاذ دي ايه دي؟ ده كم يعني نعناع؟ ده نعناع. مظبوط. لا بجد ده ايه؟ لا والله نعناع صح. طب انت هتضحك عليا ليه؟ طب ماشي. طيب ودي كزبره. مظبوط. اوكي. استني واحده واحده يا فندم. إيه؟ تعالى في ايه؟ كزبره تزعل، ده الكزبره دي هي عشق الملوخيه. شفت بهزر معاك روعة. لا 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 انت بتغشش ولا شفيه. ليه هنا بعد استاذ ريهام بتغشش؟ ماشي اوكي. دي بقى ايه؟ قول انت بقى. عارفها؟ دي ايه؟ دي اللي انت سالت عليها. لا النعناع خلاص انا طلعت النعناع. دي اسمها ايه؟ دي بقدونس. لا دي كزبره. دي كزبره. دي كزبره. اوكي. ما زبطتش بقدونس تبقى كزبره. ما هم كلهم شبه بعض يا شباب، حرام عليك. لا مفيش حاجه ثانيه. في حاجه ثانيه؟ ده جرجير. جرجير. لا ده جرجير. جرجير. ده جرجير. ده شاطره شاطره يا شفيق. شفت بقى؟ طيب هنشتغل مع بعض في طبق المسقعه بتاعتنا. طبعا البتنجان عندنا متحمر وجاهز. وتعالوا نرص البتنجان ده كده. ايوه بما انك انت مهتمه بالاكل الصحي عايزين نعرف من حضرتك فوائد البتنجان. لا البتنجان مليان قد كده فوائد يعني وباي طريقه يتعمل. الاكسده والفيتامينز اللي فيه مليانه وكتيره جدا. في حديد. في ايه تاني؟ الياف فعالة. الالياف بتاعته مهمه جدا. جدا. بيعالج مشاكل الامساك. بس هو هي. جانب الحديد. انا عايزه مضادات اكسده. بس انا عايزه اسالك بقى سؤال. اتفضلي. انت بتحب تاكله ازاي؟ بحب اكل بتنجان بالطريقه دي اللي قدامي دلوقتي زي ما هو كده. زي ما هو كده اللهم اني صايم زي ما هو كده. فص توم ني، قرن فلفل حار، عصره ليمون، زيت زيتون. واجي دايقهم في ايدي الهون واجي حاططهم على البتنجان زي ما هو. وبقى يعني محدش يحوشنا عنه. شويه العيش البلدي بتوعنا زي الفل. لا انا بحبه. هو البتنجانه دايبه في ايدي ازاي؟ مستويه ازاي؟ شكلها حلو قوي. دي طعميه بقى معاها وسحور ما اقولكيش. وعلى فكره البتنجان مش بيعطش بجد. انا بقى افتكرت يعني ان هو بيعطش. لا بالعكس، من الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها في السحور ومش تعطشنا. شفتي دي كده حقيقي يعني يا شيف ان اللي بيطبخ ما بياكلش. لا اللي بيطبخ بياكل، لازم ياكل، لازم يكون ذواق. واذا هو مش ذواق مش هيبقى شيف شاطر اكيد. أيوة. بس انا بتكلم ان بيقول لك دايما اصل اللي بيقف في المطبخ كتير على وقت الاكل ما بيقدرش ياكل، ان هو بيكون دق هنا معلقه عشان يظبط الملح، دق هنا معلقه عشان يا فندم. يعني بتاكل؟ لا طبعا لازم اكل ولازم اهتم بالاكل ولازم احب الاكل. طبعا. ولازم اكون اكيل وفاهم الاكل ده بيتعمل ازاي. ده مهم جدا على فكره. يعني زي ما انت حضرتك كده شاطره في شغلك تقدري ان انا اي سؤال اساله في خصوص عمل حضرتك السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا واللي احنا فيه دلوقتي اكيد هتجاوبي بلباقه وبكل مزبور. احترافيه يعني. شايفه البتنجانه اترصت ازاي؟ ايت طبعا المسقعه دي بقى اعصابها ودلعها وهشتكتها بالقرن الفلفل ده. بص هو ده. ايوه طبعا. بس خلاص. وتحط ايه بقى تاني؟ نعمين. هتزود. شفت الطماطم بقى دي؟ ده صوص طماطم معتق بقى، عباره عن طماطم مضروبه في الخلاط واخده فص ثوم متحمر في زيت زيتون. اوكي. على فكره الاكله دي صيامي. الاكله دي صيامي عشان اخواننا المسيحيين. كل عام وهم بخير طبعا. جاي هنفطر مع بعض ونعمل ان شاء الله مفاجآت كالعاده على شاشه القناه الاولى واطباق مميزه باذن الله. ودي صيامي معموله بزيت الزيتون. معموله بطماطم، فص ثوم لطيف وجميل، واخده فليفر من البابريكا، الملح والفلفل، سنه كمون صغيره عشان مشاكل البتنجان. وندخلها الفرن. ولكن انا بقى شفت سنين الخبره دي كلها، اتعلمت تركايه طبعا من الاستاذه هبه حسين، جت نورتني هنا في البرنامج. ايه هي بقى؟ ايوه دي طبعا عارفه الاستاذه هبه، دي مقدمه النشره الاخباريه على شاشه القناه الاولى. ايوه طبعا. الزبيب في قلب البتنجان. لا دي انا عمري ما جربتها بصراحه. دي نعلمها، دي بقى نعلمها لكل ال. اوكي. الزبيب وجوده هنا بيغنيك عن السكريات. اوكي. انا حاطط معلقه سكر طبعا في صوص الطماطم. اوكي. ليه السكر اتحطم مع الطماطم يا استاذه ريهام؟ ليه؟ علشان يمنع الحموضه بتاعه الطماطم. اوكي. ويعالج مشاكل الحموضه.
لان الطماطم غنيه طبعا بالحموضه والاكسده، فبتعمل حموضه مع اللي عنده ارتجاع مريء، مشاكل مع القولون. فاحنا نحط معلقه سكر معاها كده باي حموضه اوكي مع الصلصه بالزيت. فهي حطت زبيب، فدي حاجه جديده نعلمها للشيفيه. شفت ازاي الحاجه بتطلع حلوه ازاي؟ بتحب المطبخ. هندخل دي الفرن زي ما هي كده، هندخلها الفرن.